السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتعرف بهذا الفيديو إن شاء الله على وجهة جديدة مهمة جدا وهي الراديو. قبل ما نتعرف على الراديو لازم في فكرة أشرحها، لأن الراديو جدا متشابهة مع التشيك بوكس مع فارق بسيط كتير. الراديو طبعا بيكون عندي أنا مجموعة من الاحتمالات مثل على سبيل المثال التشيك بوكس، ولكن أنا مجبر إني أختار خيار واحد من الخيارات الموجودة عندي. أما التشيك بوكس ممكن أختار عدة خيارات، ممكن مثلا اختار USA و Egypt. اما لو كانوا هدول راديو فانا ما فيني مثلا اختار الا بلد واحدة، مثلا ولتكن USA على سبيل المثال. اذا اخترت مصر مباشرة حيتم الغاء السلكت من الكانتري USA، حيصير السلكت موجود فقط على الكانتري Egypt. تمام، هي هي الفكرة ببساطة من الراديو. طيب كيفية كتابتها وكيفية التعامل معها بسيطة كتير، بس بتمنى شوية تركيز، يعني الموضوع فيها بس بحاجة شوية تركيز اكتر من التشيك بوكس. هي أصعب من التشيك بوكس بشوي، مو بكثير يعني، إن شاء الله الموضوع حيكون بسيط. تمام، رح أعمل أنا رو هون على سبيل المثال. تمام، بهذا الشكل. طبعا حيكون في عندي لنفرد، حأعمل نفس المثال تقريبا بالراديو حتى يكون الموضوع واضح بالنسبة لكم. طبعا تكست USA، طبعا الراديو بتنكتب بهذا الشكل، وبتقبل طبعا ثلاثة بروبرتي هنن الفاليو والجروب فاليو والأون تشينج، والثلاثة مهمين كثير وريكواير مطلوبين بشكل دائم. هون الفاليو مو شرط انا مرقها بوليان، انما لا تقبل اي قيمه انا ممكن اعطيها اياها، لانه هي اصلا من نوع دايناميك، هي من نوع دايناميك، فانا ممكن اعملها سترينج، ممكن اعملها بوليان، ممكن اعملها انتجر عدد اللي انا عايزه من دون اي مشاكل. تمام، انا على سبيل المثال هون حاعطي قيمه USA. تمام، بهذا الشكل حتكون الجروب فاليو الكانتري. تمام، البلدان مثلا. تمام، بهذا الشكل حنوضح لك كيفيه العمل. كيفيه العمل كثير مهمه وبحاجه تركيز. تمام، حاعمل هون متغير اسمه country حتى ياخذ القيمه. تمام، ياخذ قيمه الاختيار، فهون حاكتب انا country بهذا الشكل. والاون تشينج مثل ما بنعرف بتاخذ الفاليو هي وبتمرقها كبراميتر داخل الفانكشن اللي مستعمله بالاون تشينج، لانه الاون تشينج بتقبل فانكشن، داخل هذا الفانكشن في باراميتر، هذا الباراميتر من وين جاي؟ جاي من الفاليو. اذا كاني انا عم بقول له هون تمام USA بهذا الشكل، يعني دائما الفاليو اللي بتكون موجوده هي نفسها اللي عم بتكون عم تتمرر بالاون تشينج. تمام، بس ولكن انا لازم مرقها كباراميتر. تمام، هي الفكره ببساطه شديده. هلا طبعا حيظهر عندي الحقل بهذا الشكل. تمام، اثناء الضغط عليها ما رح يصير اي شيء، لان انا لسه ما فعلت الاون تشينج بالشكل السليم. فانا رح اعمل هون سيت ستيت. تمام، حتى تتغير مباشره عند الضغط عليها، حتتغير طبعا للقيمه اللي انا، لان طبعا انا اول ما اعمل الكانتري تمام تساوي تمام الفال، فمباشرة المتغير country حياخد قيمة الـ USA، لأنه الـ USA طبعا هي value، والفاليو عم تتمرر بالـ on change. شايفين العملية كيف عم تتم؟ طبعا والـ on change هذا البراميتر عم بعطيه للـ country، فعم أسند قيمة الفاليو للـ country. الـ country اللي هو طبعا متغير عندي فوق، فرح تصير الـ country تاخد قيمة الـ USA ببساطة. لو طبعنا هون الـ print country تمام بهذا الشكل، فرح نلاحظ انه الكانتري حتاخذ اليو اس اي اثناء الضغط عليها. هلا حنجرب، اول ما نضغط على الراديو بهذا الشكل حتى نلاحظ حينطبع لي كلمه يو اس اي. انا شو عم بطبع هون؟ الكانتري. اذا الكانتري شو قيمتها؟ قيمتها يو اس اي، اذا اخذ الفاليو من الراديو بهذا الشكل. لو انا كان عندي مجموعه من الراديو بهذا الشكل، وليكن كنترول سي كنترول في كنترول في، مثلا الاول حتكون يو اس اي، الثاني مثلا حيكون مصر. تمام، الاول امريكا والثاني مصر، وليكن ايجيبت بهذه الطريقه ايجيبت، وراح اكتب اي جي. تمام، هون على سبيل المثال اس اي، طبعا هون حتكون السعوديه. تمام، المملكه العربيه السعوديه ومصر وامريكا ببساطه شديده. اوكي، حلو كثير هذا الكلام. هلا انا عندي بنلاحظ ثلاث احتمالات. انا اول ما اختار مصر مباشره حتنتقل، حيتغير اختياري، حيقوم بإزالة السلكت الموجودة على USA وطبعا إعطاءها لمصر، فرح تصير قيمة الكانتري مصر. تمام، ايجيبت، لأنه هي طبعا أنا حاطط ايجي، قيمة هون ايجي وليست مصر، إنما مصر هي التكست ولكن القيمة أنا حاططها ايجي، فرح ياخذ الايجي. تمام، هون أنا لو ضغطت على هذا المكان شو رح ياخذ قيمة شو؟ اس اي، حيطبع لي طبعا اس اي. تمام، نلاحظ إنه فعلا طبع لي اس اي، إذا قيمة الكانتري أصبحت اس اي، السعودية يعني. تمام، طيب حلو كثير هذا الكلام. اذا هون انا ما فيني اختار عده اختيارات، هون انا ملزم باني اختار اختيار واحد من عده اختيارات، ولكن
انا بختار اختيار واحد من عدة اختيارات بناء على الجروب فاليو. يعني انا هون لو كان كار مثلا، تمام، وعملت هون كار، فانا هي اللي بالوسط ما عاد لها علاقة بالموجودة طبعا بالكنتري، لانه الراديو الاول والراديو الثالث هو من مجموعة الكنتري، تمام. اما انا هون عملت بكل بساطة، عملت مجموعة ثانية سميتها كار، تمام، واللي هي طبعا سترينج كار وليكن على سبيل المثال، تمام، بهذا الشكل. فصار انا ممكن اختار مصر وامريكا من دون اي مشاكل. ليه؟ لانه اصلا مصر ما عاد لها علاقة بامريكا، لانه وحدة الجروب فيها هو كار ووحدة الجروب فيها هي كانتري، تمام. فلازم يعني دائما الجروب فاليو يكون واحد لجميع الاختيارات حتى تقدروا تختاروا اختيار واحد من الثلاثة، الا طبعا اذا كان عندك انت عدة امور ممكن طبعا تستعمل الكار والكانتري. هلا رح اوضح الفكره بشكل اوضح، تمام. بس مبدئيا اللي عايزين تركزوا عليه، هلا اللي عايز انا انكم انتم تركزوا عليه، هو انه الراديو مهمتها انه انا اختار اختيار واحد من عده اختيارات موجوده عندي. اما التشيك بوكس كان ممكن اختار الثلاثه مع بعض، امريكا ومصر والسعوديه، من دون اي مشاكل. اما هون لا، بختار اختيار واحد طبعا بناء على الجروب فاليو، تمام. انا هون مثلا ممكن اقول له تشوز كانتري، اختار البلد، بعدين ممكن مثلا اعيد هذا الكلام بشكل كامل بهي الطريقه، اعمل كنترول سي، تمام، للرو، تمام، او خلينا نقول نعمل كنترول سي لكل هذا الكلام. طبعا من التكست حناخذ التكست وحناخذ الثلاث رو بهذا الشكل، حنعمل كوما، حنرجع نعيد الكلام نفسه مره ثانيه بالاسفل، تمام. طبعا هون لو ضغط ايجيبت، لاحظوا راح تنتقل الايجيبت هون وهون. ليه؟ لانه التنتين بيعتمدوا على الكانتري، فالكانتري اول ما تاخذ قيمة مثلا اي جي فرح تروح تشوف وين في اي جي وتعمل عليها تعليم بهذا الشكل. فانا الحل ببساطة هون اني اعمل مثلا كار، تمام، اعمل كار، لان انا الهدف اني اعمل هون كار، انا حغير المجموعة، تمام، بهذا الشكل، اختار مثلا السيارة اللي انت عايزها، يعني ببساطة شديدة هي الفكرة، تمام، اعمل هون كار، حضيف طبعا مجموعة من السيارات، مثلا حضيف المرسيدس، طبعا حاختصر كلمة مرسيدس بمار سيدس بهذا الشكل، طبعا بجوز تكون الكلمة خطأ في أي مشكلة، نحن الهدف نتعلم الفكرة، تمام، مرسيدس. هون حنضيف طبعا بي ام دبليو، تمام، بهذا الشكل، وآخر شيء مثلا حضيف تويوتا، تويوتا بهذا الشكل، تمام، حلو كتير هذا الكلام. حال طبعا حخلي التكست هون تشوز كار، اختار السيارة. يعني أنا هون صار بإمكاني مثلا عندي عدة، عندي جروبين، جروب للبلدان وجروب للسيارات. انا هون مثلا بختار يو اس اي على سبيل المثال، وهون بروح بختار مثلا بي ام دبليو، ما في اي مشكله لانه هذا جروب منفصل عن هذا الجروب. كل جروب بيقدر اختار اختيار واحد منه فقط لا غير. مثلا هون جروب الكانتري بختار بلد واحده فقط، ما فيني اختار بلدين. لاحظ لو حاولت اختار بلدين ما راح اقدر، لو حاولت من هون لبكره ما راح اقدر اختار بلدين ابدا، لانه بكل بساطه كل جروب بيقدر اختار منه اختيار واحد فقط. فراح اختار مثلا هون بالبلدان يو اس اي، راح اختار من السيارات مثلا مرسيدس. هي هي الفكره للراديو ببساطه شديده. عندي جروبات، كل جروب بيقدر اختار منه اختيار واحد، طبعا الهدف منه مثلا عندي بلدان، عندي سيارات، عندي ملابس، انا عايز مثلا يكون عندي مجموعه من الخيارات والشخص ما يقدر يختار الا اختيار واحد فقط، انا راح استعمل مباشره الراديو، تمام. طبعا الراديو في عندنا عده بروبرتي للراديو ايضا، مثل ما للتشيك بوكس في عندي بروبرتيز كثير، فايضا للراديو عندي بروبرتيز. ممكن اختار الاكتف كلر يصير مثلا لون احمر وليكن على سبيل المثال. فلو ضغطنا هلا على السعوديه بهذا الشكل هنلاحظ اللون احمر، تمام، بينما لو ضغط على مصر اللون ازرق هو اللون الافتراضي. فانا لازم كل راديو يروح اعطيه الاكتف كلر اللي انا عايزه، تمام، ببساطه شديده. طبعا بنكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو، بتمنى يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، بالتوفيق.